زي واحد يعيش أكثر من سنة في داخل مكان واحد يعني ما بيفقدش عقله. هو المكان ده كبير على فكرة. يعني أنت عايش في ثلاث أدوار والثلاث أدوار بأكبر من ملعب كورة، فهو مكان كبير، فالحركة فيه قائمة. وعلى فكرة كان في نور وضلمة بيشوفوها، فكان في قوة في قمة الفلك بارتفاع ذراع زي ما الرب قال له، وكانت الأشعة الشمس والضوء الموجود في الأرض بيدخل للفلك، فما كانوش عايشين في ظلمة. وكان في تهوية، فكل والتهوية والصوت والحاجات دي بتطلع مع القوة دي، فكان ممكن العيشة في هذا المكان. طبعا ما حدش يقدر يعمل تجربة دلوقتي تثبت الكلام ده، لأن ما نقدرش نكرر أحداث الطوفان في المعمل، ما نقدرش. لكن قدروا يعيشوا، والدليل أنهم عاشوا وطلعوا.